أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، معكم فاطمة الزهراء بن صافي، ونستهل النشرة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء ويأمر بإعفاء الطلبة والمسنين وذوي الدخل الضعيف من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي وبتخفيض مصاريف الإيواء بنسبة 20% للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن. مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية يصادق على مشروع يتضمن تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، وتأكيد على دور الجزائر المحوري في تعزيز المصالحة الليبية الليبية. الحملة الانتخابية أدركت يومها 11 مع تكثيف للتجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية. ايوا اليوم عندكم 14 يوم باش تخيروا رجال اللي يمثلوكم. وامين عقال الاهجار يدعو ابناء الجزائر الى ان يكونوا في الموعد اليوم 12 جوان. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. بداية، ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء خصص للدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع الأوامر والعروض المتعلقة بقطاعات العدل، الموارد المائية، الفلاحة والتنمية الريفية والثقافة. وبعد الاستماع إلى تقرير السيد الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أمر السيد الرئيس بإعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي، تخفيض مصاريف الإيواء بنسبة 20% للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن، استكمال شطر الطريق السيار على محور ولاية بجاية ووضع حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن فكا للخناق على الحركة التجارية والاقتصادية، منح الأولوية القصوى لمشاريع الموارد المائية غير التقليدية بهدف تعزيز احتياطي المياه الصالحة للشرب وترشيد استهلاكها. تناول المجلس إثر ذلك بالدراسة والمصادقة مشروع أمر عرضه السيد وزير العدل حافظ الأختام يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. كما صادق المجلس أو مجلس الوزراء على مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 8 جوان 66-900 ألف، المتضمن قانون العقوبات بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولا سيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية. وقرر المجلس إرجاء المناقشة والمصادقة على مشروع تعديل القانون التجاري ومشروع الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 8 جوان 66-900 ألف، المتضمن قانون العقوبات في شقه المتعلق بمراجعة رفع التجريم عن فعلية التسيير وأعمال إدارة المؤسسات إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني لإقرار هذه التعديلات الهامة تعميقا وتكريسا للممارسة الديمقراطية. كما استمع المجلس إلى عرض وزير الموارد المائية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة نقص المياه.
وبعد انتهاء العرض أمر السيد الرئيس بإنشاء وكالة وطنية تختص بالإشراف على تسيير محطات تحلية المياه البحر تحت وصاية وزارة الطاقة، إنشاء محطات جديدة للتحلية مع مراعاة سرعة الإنجاز والاختيار الاستراتيجي لمواقعها، تفعيل كل خطوط المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر لتدعيم احتياطي المياه، منع استغلال المياه الجوفية لسهل النتيجة وتخصيصها حصريا للري الفلاحي في المنطقة. ولدى تعقيبه على عرض السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص التحضير لموسم الحصاد والدرس 2020-2021، أكد السيد رئيس الجمهورية على اعتماد الوسائل العلمية المتاحة من أجل رفع مستويات الإنتاج من الحبوب، إشراك لجان مكونة من مهندسين زراعيين لدراسة طبيعة الأراضي الزراعية وبلورة مخطط استراتيجي لتنظيم تخصصات الإنتاج، التوجه أكثر نحو تخصص إنتاج القمح الصلب باعتباره الأرفع قيمة في السوق الدولية، ومراعاة طبيعة الأراضي الزراعية في الجزائر، والعمل على استغلال الفائض في الإنتاج المحلي من القمح الصلب وتقليص الكميات المستوردة من القمح اللين. مراجعة خريطة زراعة الحبوب ولا سيما القمح الصلب وفق الخصائص التقنية الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة، وإعداد تصور شامل وواقعي لإحداث ثورة حقيقية في مجال إنتاج الحبوب والبذور، مباشرة عمل تحسيسي على أوسع نطاق لتغيير الذهنيات في هذا القطاع، والعمل على المزيد من التحفيز لرفع معدل الإنتاج في الهكتار الواحد. وبخصوص العرض الذي قدمته السيدة وزيرة الثقافة والفنون حول مخطط العمل لبعث الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري، كلف السيد رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة دراسة مختلف الجوانب المتعلقة ببعث هذا القطاع عبر تحديد عدد المشاريع الرئيسية لهيكلة هذا النشاط، مشددا على ضرورة إدماج الوسائط الحديثة لتوزيع واستهلاك المنتوج السينمائي والسمعي البصري. وقبل ختام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة. استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد دبيبة مرفوقا بوفد وزاري هام. تناولت المحادثات سبل تكثيف التعاون الثنائي ودعمه في كل المجالات، ولا سيما التنسيق الأمني ومحاربة الجريمة العابرة وحماية الحدود المشتركة، وكذا زيادة التبادل التجاري من خلال فتح المجال الجوي ومنافذ أخرى يمكن فتحها. كما شكل الزيارة فرصة لتأكيد دور الجزائر المحوري في تعزيز المصالحة الليبية واستكمال مسار الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية. بكل شرف التقيت بأخي فخامة السيد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، وأشكره على حفاوة الاستقبال التي لقيناها منذ وصولنا إلى الجزائر، وعلى كرم الضيافة المعهودة عن بلدكم الجزائر وهذا الشعب الكريم المجاهد. نستذكر البطولات والجهاد في الدفاع على الوطن والعرض. أهمية التعاون كانت كبيرة جدا في كل المجالات، التعاون الأمني ومجابهة التحديات التي تحيط بنا وببلدينا إن شاء الله. تأمين الحدود كان من أحد مهام هذه الاتفاقات وهذه المعاني القريبة من بعض. مكافحة الجريمة العابرة ومكافحة وحماية حدودنا المشتركة، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي للقوات والمرتزقة التي تتواجد في صحرانا الكبيرة.
تم الاتفاق على التعاون في بعض المجالات، ومن أهمها زيادة التبادل التجاري بين البلدين وهو ضعيف جدا، وإن شاء الله نريد الكثير من التعاون في زيادة هذا التبادل. طلبنا من السيد الرئيس المشاركة في المصالحة الوطنية الليبية. دولة الجزائر مؤهلة أن تكون تقود أو تدعم المصالحة الليبية بحيث أنها لم تتدخل في كل مشكل الليبي في العشر سنوات الماضية. في تعاون كبير جدا في مجال الكهرباء والطاقة. نحن الحقيقة نشكر الشعب الجزائري والحكومة والأخوة في شركة الكهرباء على تعاونهم معنا في السابق في إرسال الفنيين في دعم شبكتنا ودعم في صيانة أو دعم الكهرباء في تواجدهم في طرابلس والخمس المدة الماضية. وطلبنا بعض الاحتياجات العامة من خلال دعم شركة الكهرباء ووزارة الطاقة في الجزائر إن شاء الله. طلبنا من الأخوة في الحكومة الجزائرية والسيد الرئيس فتح المنافذ البحرية لحل وتبادل الحركة بين الدولتين، والحمد لله نريد ترتيبات بعض الترتيبات الأمنية وإن شاء الله حتكون الحدود مفتوحة بيناتنا. تعاون كبير في مجال الصحة ومراكز السرطانات وزراعة النخاع الشوكي. السيد الرئيس استضاف كثير من التدريب، المعاهد التدريب في بلد الجزائر الحبيبة. تم دعوتنا للمشاركة ودعم الشعب الليبي في موضوع التدريب في جميع المجالات. نتمنى من إخوتنا في الجزائر أن يسع صدرهم لاستقبالنا والتعاون معنا، ونحن ننظر إلى الجزائر كأخ أكبر، ونتمنى لهم وشعبهم كل التحية والصحة والعافية، ونحن شعب واحد في بلدين. شكرا، بارك الله فيك. هذا وقام أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة بزيارة صالون الإنتاج الوطني الموجه للسوق الليبية بغرض الترويج للمنتوج الوطني لدى أشقائنا الليبيين، وهذا تعزيزا للتعاون بين البلدين. المتابعة لمحمد رضا بوزيان. الوزير الأول عبد العزيز جراد وخلال زيارته لصالون الإنتاج الوطني الموجه للسوق الليبية رفقة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أكد على ضرورة توحيد الجهود لتعزيز الرفع من التبادل التجاري بين البلدين. إمكانيات كبيرة، لابد أن نوحد الجهود. هو دير انتجريشن ما بين عندنا الصحراء، ما بين صحراء ليبية وصحراء جزائرية. عندكم نوها راهي قارة، نشروا منكم الطاقة، نشرها في ليبيا، نشرها مباراة نصدرها. عبد الحميد الدبيبة ثمن الدور الذي تقوم به الجزائر لمساعدة الليبيين. هذه المعارض وهذه النشاطات تسهم دائما في ترابط الشعبين الليبي والجزائر. إن شاء الله حندعمها وحنتوصل إن شاء الله إلى أحسن، إلى شعبين واقتصاد الشعبين إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيكم يا الجزائر. الجزائر وليبيا دولتان جارتان وشقيقتان يتطلعان اليوم لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في كل المجالات. المنتجات الجزائرية إذا حققت جودة عالية مما يؤهلها لولوج الأسواق الليبية، خاصة في المواد التحويلية والغذائية والتي لاقت اهتمام رجال الأعمال الليبيين. حرية جرجر. شكل معرض المنتوجات الصناعية الجزائرية المنظم على شرف الوفد الليبي فرصة لاكتشاف المنتوج ذي المنشأ الجزائري، خاصة ما تعلق بالمواد الغذائية والفلاحية والتحويلية. كان لقاء مثمر مع العديد من المنظمين ورجال الأعمال وسيدات الأعمال في الجانب الجزائري، سعدنا بالتعرف عليهم وسعدنا بفتح باب وتنشيط خلينا نقولوا العلاقات الليبية الجزائرية، لأن هي علاقات قديمة وأواصر أخوة وصداقة عريقة. العديد من رجال الأعمال وسيدات الأعمال الموجودين مهتمين بجانب الصناعات الغذائية، والدولة الجزائر
دولة الجزائر غنية بالعديد من الصناعات، ويهمنا جدا الشراكة. كاينة علاقة الجوار، علاقات جيدة مع الإخوة الليبيين، وإحنا ماذا بينا تكون علاقات اقتصادية، ويكون عندنا هكذا يكون تبادل اقتصادي بيننا وبين الإخوة الليبيين. عندنا إنتاج ذو نوعية عالية، وعندنا الكمية اللازمة. الوفد الرسمي الليبي المرفق بما لا يقل عن 300 رجل أعمال يعكس التقارب السياسي والاقتصادي الاستراتيجي بين ليبيا والجزائر، مما سيرسم معالم شراكة ثنائية واعدة. كما قام عبد الحميد دبيبة أمس مرفوقا بالوزير الأول عبد العزيز جراد بزيارة إلى صرحية الديني والمعلم الحضاري جامع الجزائر بالعاصمة. دبيبة وخلال زيارته للجامع طاف بمختلف مرافقه، بدءا بقاعة الصلاة الكبرى ثم بهوي وحديقة الجامع، لينتقل بعدها رفقة الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية إلى منارة الجامع، وألقى إطلالة على منظر العاصمة المطل على المتوسط. وبمقام الشهيد بالعاصمة، وضع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح الشهداء، وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة. بعدها تنقل دبيبة إلى المتحف الوطني للمجاهد، حيث طاف بمختلف أجنحته وتلقى شروحات حول الحقبات التاريخية التي طبعت ثورتنا التحريرية المظفرة. هذا وغادر مساء أمس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة الجزائر، وكان في توديعه بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول عبد العزيز جراد وعدد من أعضاء الحكومة. هذا وتحدث أمس وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش. وبالمناسبة أكد بقدوم ضرورة التسريع في إجراءات فتح المعبر الحدودي الدبداب غدامس، مشيدا بعلاقات الأخوة والجوار القائمة بين الجزائر وليبيا، ومجددا موقف الجزائر الثابت مع الشعبية الليبية الشقيقة. ومن جهتها ثمنت وزيرة الشؤون الخارجية الليبية دور الجزائر وحرصها الدؤوب في الحفاظ على السيادة الليبية. في هذا الإطار تناولت مع زميلتي وأختي نجلاء مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتدليل العقبات أمام المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين وتقية المبادلات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك التسريع في فتح المعبر الحدودي الدبداب غدامس. لا يسعني في الأخير إلا أن أشيد بعلاقات الأخوة والجوار العريقة القائمة بيننا، والتي كرست فيها في قيم التفاهم والتضامن في السراء والضراء، في السراء والضراء كثوابت رئيسية في علاقاتنا الثنائية. وبالأمس كما اليوم تبقى قيم التضامن والتعاون قائمة، ومثلما تضامن الشعب الليبي مع أشقائه الجزائريين إبان الثورة التحريرية، تؤكد الجزائر اليوم وقوفها وتضامنها اللامحدود مع الشعب الليبي الشقيق لتجاوز محنته
وتسعى لدعم جهود السلطات الليبية الرامية لإعادة الاستقرار السياسي والأمني وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات تمهيدا لاستحقاقات الهامة التي يبرمجها أو تبرمجها السلطات الليبية. نثمن دور الجزائر الثابت وحرصها الدؤوب للحفاظ على السيادة الليبية ووحدتها الترابية وصيانة استقلالها وتضامنها اللامحدود لأجل تحقيق المصالحة الوطنية، تثمينا خاصا للدور الإيجابي في إسناد ومرافقة المسار الأممي في إطار التوافق ونتائج اتفاق جنيف بالتوجه إلى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021 على أسس دستورية. ونبقى مع التعاون الجزائري الليبي بمناسبة زيارة الوفد الليبي إلى الجزائر، محادثات وزارية ثنائية بين الجزائر وليبيا تعزيزا لسبل التعاون بين البلدين. ملخص عن كل المحادثات مع توفيق عجلي. لقاءات على أعلى مستوى بين وزراي قطاعات الداخلية والمالية والطاقة والصحة والنقل والعمل مع نظرائهم من ليبيا، محادثات فتحت آفاق التعاون في مجالات عدة، حيث كانت الشؤون الداخلية والأمن محور لقاء وتباحث بين وزير الداخلية والجماعة المحلية ونظيره الليبي، حيث تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الأمن والسلم. وزراء المالية للبلدين تباحثا من جهتهما حول سبل التعاون وتكثيف اللقاءات بين خبراء البلدين للاستفادة من التجارب في مجال البنوك والصرف الإسلامية، وهي خطوات ستتأكد في برنامج مشترك خلال الأشهر القادمة. من جهته وزير الطاقة تبادل وجهات النظر حول الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما تعلق بإنتاج وتصدير البترول والطاقة الكهربائية ومجالات الاستفادة من خبرات البلدين في قطاع الطاقة. في مجال النقل شهد كذلك تبادلا للخبرات بين الوزيرين، وتم التأكيد على تفعيل كل الاتفاقيات المبرمة سابقا مع العمل على فتح الحدود البرية والبحرية وإنشاء خطوط نقل تسهم في تنشيط عملية التصدير والاستيراد. عقدنا جملة من المحادثات والتي من أهمها والتي خلص من أهمها تعزيز أواصر التعاون ما بين الحكومة الليبية والجزائرية في مجالات النقل كافة، فيما يتعلق بالإعادة تفعيل وتشغيل الخطوط النقل الجوي ما بين الخطوط الليبية والخطوط الجزائرية. قطاع الصحة تباحث فيه الوزيران حول التعاون في مجال مكافحة الأورام السرطانية وطب الأطفال وتبادل الخبرات بين المستشفيات الجزائرية والليبية. نحن اليوم من أجل إبرام أو تأكيد على واصل الأخوة بيننا في التعاون في المجال الصحي. نحن في ليبيا نحتاج إلى الغير، والغير هو أولى أن يكون أخ لك، في الجزائر هي أخ لليبيا. التعاون حيكون في مجالات كثيرة عديدة، منها في التدريب، ومنها في تبادل العناصر الطبية والطبية المساعدة من تمريض وأطباء في تخصصات معينة نادرة زي جراحة الأعصاب وجراحات الدقيقة أوعية دموية وغيرها. وزير البلدين للعمل والتشغيل تباحث في كيفيات تحسين العمالة بين البلدين مع البحث عن طرق لتسهيل عملية تنقل العمال بين المدن الجزائرية والليبية. اتفقنا أيضا على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين دولة ليبيا والجزائر في السابق، وأيضا الاستفادة من الخبرات التي عملت بها الجزائر في مجال تحويل العمالة من القطاع العام للقطاع الخاص. لقاءات ستكون ورقة طريق بين البلدين الجزائر وليبيا لتعزيز التعاون في كل القطاعات الحيوية. هذا وشكلت فعاليات اليوم الثاني والأخير من المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي سانحة لاستعراض فرص التعاون والاستثمار في العديد من القطاعات، لا سيما الفلاحة والسكن والطاقة. المنتدى الاقتصادي تم خلاله التوقيع على اتفاقيات، منها اتفاقية تأسيس مجلس رجال الأعمال الجزائري الليبي. المتابعة لفوزية تاش. التأكيد على أهمية إعادة تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتقييم الإطار القانوني للتعاون بين البلدين وتوقيع اتفاقية تأسيس مجلس رجال الأعمال الجزائري الليبي من أهم المخرجات التي اتفق عليها المشاركون في المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي.
هذا المجلس الذي سيكون الإطار الرسمي يعني لكل التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والليبيين، سيكون كذلك الحافز والإطار الذي سيتم فيه دراسة مشاريع استثمارية، مشاريع تجارية، وكذلك رفع كل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين. وعملنا اتفاقية شراكة في الجزائر وفي ليبيا بإنتاج الحليب والمشتقات. ولتعزيز الاستثمار بين البلدين، معبر حدودي بين الدبداب وغدامس من شأنه فتح آفاق واسعة في مجال التبادل التجاري. كان الهدف إنشاء منطقة حرة بين الجزائر وليبيا. الآن هذه الفكرة تطورت إلى أوسع من هذا، بجعل مدينة غدامس باعتبارها مدينة أكبر من المدينتين الاثنين على الحدود التونسية والجزائرية، فهي ستتحول إن شاء الله إلى منطقة حرة بالكامل. في تميز في الأداء الجزائري وفي الصناعات الجزائرية، فعلا فيه تنوع وفيه إضافات جديدة، نتوقع أن حجم التبادل بإذن الله تعالى حيزيد. علاقات قوية دبلوماسيا تربط البلدين، جاء المنتدى الاقتصادي كخطوة أولى لتعميقها اقتصاديا. إثر وفاة المجاهد عمار قرفي المدعو السي حميد، بعث رئيس مجلس الأمة صالح كوجيل برقيدة تعزية إلى عائلة الفقيد، أشاد فيها بدور الراحل في الدود عن الوطن إبان الثورة التحريرية منذ التحاقه بالولاية التاريخية الأولى، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم رفاقه وذويه جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. الآن إلى ملفية التشريعيات، حيث أدركت الحملة الانتخابية يومها 11 وسط نشاط مكثف لتجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية بهدف استمالة الناخبين وتحسيسهم بضرورة المشاركة في الموعد الديمقراطي لضمان التمثيل القوي والنوعي في الغرفة السفلى للبرلمان. حملت الانتخابات التشريعية ولأول مرة آليات لتمويل الحملة الانتخابية بالنسبة للشباب المترشح ضمن القوائم الحرة. رامي عامر يفصل. كل حملة انتخابية تولي حرصا لرصد ميزانية تكون سندا لنجاحها بقدر الأهمية التي تكنها لتشكيلة مرشحيها، لذلك وجب وضع نظام مراقبة محكم لضبط تمويلات الحملات الانتخابية بما يحقق التنافس الشريف بتمويل نظيف يحدث القطيعة مع الممارسات السابقة. ولذلك كان إنشاء لجنة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. هذه اللجنة شكلت إضافة هامة في القانون العضوي للانتخابات الجديد، وتتألف تشكيلتها من قاض تعينه المحكمة العليا من بين قضاتها ويكون رئيسا، وقاض يعينه مجلس الدولة، وآخر يعينه مجلس المحاسبة، فضلا عن ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وممثل كذلك آخر عن وزارة المالية. مهمة هذه اللجنة ترتكز أساسا في مراجعة صحة ومصداقية العمليات المقيدة في الحساب الذي يتعين على القوائم فتحه خصيصا للحملة مع تكليف أمين مالي له، إضافة إلى وجوب تبليغ اللجنة بقيمة الهبات المقدمة من طرف الداعمين وبقائمة أسماء الواهبين. هذا النظام وإن كان رقابيا بالدرجة الأولى، من شأنه الإسهام في إرساء الشفافية وإلزام المترشحين بالتدقيق في مصارفهم. لا يجوز للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية منح تعويض عن نفقات الحملة في حالة عدم إيداع الحساب الخاص بالحملة في الأجال القانونية، وفي حالة تجاوز الحد الأقصى المرخص له للنفقات الانتخابية تحدد اللجنة بموجب قرار وجهي مبلغ التجاوز الذي يجب على المرشح دفعه للخزينة العمومية، وفي حالة ما إذا نتج عن حساب الحملة الانتخابية فائض في الموارد يكون مصدره الهبات أي خارج المال الخاص للمترشح، يحول هذا الفائض إلى الخزينة العمومية ضمن الشروط التي يحددها التنظيم. كان هذا تفصيلا لميكانيزمات مراقبة تمويل الحملات الانتخابية على ضوء القانون العضوي للانتخابات.
وتحسبا لموعد التشريعيات، دعا أمين عقالي أعيان الأهجار بثمن راست الحاج أحمد إدابير، دعا أبناء الجزائر إلى أن يكونوا في الموعد يوم 12 جوان. رباح متوي. لا عمل المرض ولا عمل السن نال من عزيمة أمين عقال الأهجار الحاج أحمد إدابير بالدعوة إلى لقاء تحسيسي بدار الشباب تبنغاست، لقاء بحضور قوي ومسؤول وبعزيمة أكبر إلى الذهاب لصناديق الاقتراع. أيوة، اليوم عندكم 14 يوم باش تخيروا رجال اللي يمثلوكم. أنا ما نقدر نقول فلان ولا فلان، هذا كشي كامل ولادي. شاركوا برك في الانتخابات، هذا هو الواجب نتاعكم. مدري راني باغي نفهمكم فيه باللي عندكم واجب لازم تديروه. الدعوة للمشاركة وبقوة في تشريعيات 12 من جوان المقبل نصيحة من دون توجيه ولا تحامل ولا تأثير في حرية الاختيار، بل هي من صلب انشغال قرى الأهجار. لازم تختار الراجل المناسب في المكان المناسب الذي يخدم البلاد والعباد. اللي باغين المترشحون داسينا منو كان حاسبينا يسانا ونغي كمان، عنده غيرة على الوطن قدام، عنده غيرة على نفسه، غيرة على بلاده وعلى داره وعلى مؤسسته على الدولة. هذا هو الإنسان اللي نحوصه عليه. اسمنا في الولاية انتي اني اسموثس الولاية اني اطمغثت جانت انقجام البرج عن صالح تي اسموثس الولاية نستوي غفت ميساج باش اللي شاركين دغا الصندوق يدت المشاركة لنا ان شاء الله أفلا ودي غريش. انشغالات قديمة جديدة هي رسالة من أعيان الأهجار إلى من يعيدون بالتغيير بفجر جديد. كشفت وزارة الطاقة والمناجم أمس عن توقيع على 36 عقدا تجاريا بين شركة استغلال مناجم الذهب إناغ ومؤسسات مصقرة لاقتناء حامات أو خامات الذهبية المنتجة في إطار فتح مجال الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب أمام شباب مناطق الجنوب. وأوضحت الوزارة أن مراسم التوقيع على هذه العقود التجارية تمت الخميس الفارط بثمن راست. الآن نمر إلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، حيث سجلت 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 206 مرضى للشفاء حسب ما كشف عنه بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. أحياء لليوم العالمي للطفولة نظمت المديرية العامة للأمن الوطني ندوة أكدت خلالها المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي أن الجزائر رائدة في مجال حماية حقوق الطفل من الجانب التشريعي، مبرزة مختلف الآليات التي تم استحداثها لرصد كل مساس بحقوق الطفل. الدستور الأخير اللي نص ولأول مرة في الجزائر على مبدأ المصلحة العليا للأطفال، واللي أيضا أكيد تناولوا قانون حماية الطفل اللي تناول كل المبادئ اللي نصت عليها هذه الاتفاقية، لا سيما مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عدم تمييز حماية الطفل، مبدأ الحق في الحماية والبقاء والنماء، وأيضا مبدأ مهم جدا ومبدأ المشاركة وإبداء الرأي. دوليا الآن وفي ملف الصحرائية الغربية نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بتورط سفينة ترفع علم دولة ليبيريا في نهب الفوسفات الصحراوي، مناشدة المجتمع الدولي بالتدخل من أجل وضع حد لاستنزاف الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل الاحتلال المغربي. على الصعيد الميداني نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي حسب بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، حيث قصفت تخندقات قوات الاحتلال في منطقتي أومدكن والكيبات العكاية بقطاع البكارية. وفي الشأن الفلسطيني واصل الاحتلال حملة الاعتقالات والقمع للمحتجين الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، فيما رحبت جامعة الدول العربية أمس بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته. التقرير لسميرة طهر.
حلقات العدوان الإسرائيلي لم تتوقف في أرض فلسطين. اعتداءات وهجمات على امتداد الضفة الغربية ضد الفلسطينيين المناهضين للاستيطان. وفي معركة الدفاع عن الأرض سقط شهيد وأصيب العشرات. التصعيد ما يفتأ يتنامى في أحياء مدينة القدس التي يهدد الاحتلال بترحيل سكانها، كحي الشيخ جراح الذي شهد مرة أخرى قمعا وإصابات خلال وقفة احتجاجية تضامنية. وداخل أراضي 48 حملة الاعتقالات لم تتوقف للحظة في صفوف المحتجين على انتهاك حرمة الأقصى المبارك والمنددين بالعدوان على غزة، حيث تم اعتقال 1700 فلسطيني حتى الآن، كما تم توثيق 300 اعتداء من المحتل ومستوطنيها، بعضها طال صحفيين لإسكات صوت الحق. تعنت وهمجية، فهل من محاسب؟ عقد أمس زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس قمة استثنائية بالعاصمة الغانية أكرا لمناقشة تطورات الوضع في مالي بعد إزاحة الهيئة الرئاسية الانتقالية واستيلاء الجيش بقيادة العقيد عاصمي غويتا على مقاليد الحكم. إلى ذلك قتل 5 أشخاص بينهم عسكري و4 مدنيين في هجوم نفذه مسلحون استهدف مركز تفتيش قرب مدينة بوغوني على الحدود الإيفوارية الغينية. محليا وفي أخبار الرياضة، لعبت أمس مباريات الجولة 24 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث فاز رائد الترتيب وفاق سطيف على نصر حسين داي ب3 أهداف لهدفين. اتحاد الجزائر 0، شباب قسنطينة 0، مولودية وهران هدف، واتحاد بالعباس هدف، شباب الوزداد هدفان، أولمبي المدية 0، أهلي برج بوعريلي 3 أهداف، نادي بارادو هدفان، جمعية الشلف هدف مقابل شبيبة سكيكدا 0، اتحاد بسكرة هدفان، ووداد تلمسان 0، شبيبة الثورة هدف، ونجم مقرى 0، جمعية عين مليلة هدف، وشبيبة القبائل هدف واحد، مولودية الجزائر هدفان، سريع غليزان هدفان. في ملف التشريعيات، أدركت الحملة الانتخابية يومها 11 وسط نشاط مكثف للتجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية بهدف استمالة الناخبين وتحسيسهم بضرورة المشاركة في الموعد الديمقراطي لضمان تمثيل قوي ونوعي في الغرفة السفلى للبرلمان. والبداية بولاية معسكر، حيث نشط الأمين العام لحزب الحكم الراشد عيسى بالهادي نشاطا جواريا. المتابعة علي بالمهدي بالمهل. من رمزية موقع مبايعة الأمير عبد القادر التاريخية ببلدية غريس ولاية معسكر، شدد الأمين العام لجبهة الحكم الراشد عيسى بالهادي على ضرورة مواصلة مسيرة البناء المؤسساتي، أداتها الأولى تسجيل حضور نخبوي في البرلمان القادم. إنما هو على سبيل تبريغ رسالة لأولئك المشككين في وحدة الأمة الجزائرية، المشككين في تاريخ الأمة الجزائرية، المشككين في وحدة الدولة الجزائرية وعرقها الضارب في التاريخ. نقول لهم ها هو خير شاهد خلاه لنا ربي سبحانه وتعالى عبرة شاهدة على وحدة الجزائريين والجزائريات في دينهم وفي لغتهم وفي عرقهم وفي انتمائهم الحضاري والتاريخي والثقافي لهذه الأمة، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد عديد المقاومات في النهاية، بعد اجتماع مجموعة 22 التاريخية، وهي مجموعة باركها الله، وإحنا الآن يعني نلتمس البركة في رقم 22، مجموعة 22 بفضلها والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، كانت سببا في ثورة مباركة. عيسى بالهادي وخلال نشاطه الجواري استدل بالقول أن المحطات المفصلية التي تتمتع بها الجزائر كفيلة بتحسين الجبهة الداخلية وتقوية التنشئة لدى الأجيال، مضيفا أن حزبه ينظر إلى المرأة باقتدار لدورها الفعال في الإصلاح. وبولاية سكهرس، نشط رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد العروسي تجمعا شعبيا. المتابعة لأحلام جلمامي.
رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد العروسي من ولاية سوقهراس أكد أن برنامجه الانتخابي يحوي 17 مقترحا لتعديل المنظومة التربوية، ونعطي للتكوين المعنى الحقيقي، وكل القطاعات التي جمد فيها التكوين إلا وأشابها ومسها الخلل. لذلك سوف تكون مراجعتنا لكل القوانين الأساسية كمبادرة في مشروع قانون يسعى إلى مراجعة كل القوانين الأساسية التي تعني رجل التربية، وكل ما يتعلق بالمنظومة التربوية سواء في جانبها البيداغوجي المنهجي الوسائل، ونعمل على تطوير المنظومة التربوية طبعا من خلال مشاريع قوانين، لأن إعادة الاعتبار للمعلم معناه إعادة الاعتبار إلى المجتمع الجزائري. كما دعا أحمد العروسي إلى ضرورة استعادة ثقة المواطن من خلال الإصلاح السياسي العميق. وبعين المنيلة نشط رئيس حركة النضال الوطني عبد الله حداد تجمعا شعبيا. ليندا شعبان. جزائر جديدة يبنيها الذين يؤمنون بها ومستعدون للتضحية عنها، هكذا استهل تجمعه بعين مليلة عبد الله حداد، واعتبر التشريعيات فرصة سانحة لتصحيح المسار والعدول عن طرائق التسيير البالية والممارسات القديمة المغرضة. جزائر جديدة يبنيها الذين يؤمنون بها ومستعدون للتضحية عنها، لا تبنيها الوجوه القديمة التي فشلت في سياستها وحطمت اقتصادها وبددت أموالها وشتتت أولادها وأفقرت شعبها رغم خياراتها وقدرة أفكار أبنائها المهمشين. أيها الجيل القهو، ثيقوا في أنفسكم وتوكلوا على الله وتوكلوا على العزم، وخوضوا مشعلكم، مشعل القيادة وبناء مشعل الحضارة والازدهار. ثيقوا، ثيقوا في قدرتكم وأفكاركم، ابنوا وطنكم، وطن الشهداء رحمهم الله والمجاهدين أطال الله في أعمارهم. الأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني طالب من الشباب المساهمة في تشييد جزائر الغد بالمسارعة في المشاركة في اختراع جوان المقبل واختيار المخلصين لهذا الوطن. وبولاية بومرداس نشط رئيس حزب الفجر الجديد طاهر بن بعيبش تجمعا شعبيا، والمتابعة لبومدين هارون. خلال تجمعه الشعبي أكد رئيس حزب الفجر الجديد أن حزبه سيطرح العديد من الملفات الكبرى في المجلس الشعبي الوطني القادم وفق قناعات مناضلي الحزب التي تتوافق على بناء دولة عمادها المؤسسات القوية. لدينا برنامج وطني، وهذا البرامج اللي عندنا ما عندنا شوية نطرحوها، لازم يكون مجلس يعني برلمان، مجلس شعبي وطني، مجلس أمم الجود، هذا اللي تطرح عنده الملفات، وهو الذي يستدعي الحكومة، وهو الذي يناقش هذه الملفات. إذن مهمة هذا المجلس مهمة يعني كبيرة وتاريخية. كذلك الشيء اللي كنت أتكلم عليه هو الحفاظ على الوحدة الوطنية والانسجام داخل البلد، لأن هذا المجلس الشعبي الوطني مش ممكن أبدا توقع مشاكل كما اللي رانا نعيشوها ويقعد يتفرج، لابد أن يجتمع ويقرر، ويقرر باسم الشعب، لأن الديمقراطية الحقيقية في المجالس، لأنه يمثل كل شرائح المجتمع ويمثل كل الفئات الاجتماعية. في الختام أكد الطاهر بن بعيبش على نزاهة الانتخابات التشريعية القادمة والحفاظ على الوحدة الوطنية وإعادة الثقة بين الدولة وشعبها. وبولاية ميلا نشط رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام تجمعا شعبيا، تابعه لتلفزيون سعيد بلعز. في لقائه أمام مناضل حزبه بشلغوم العيد ولاية ميلا، عبر جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة عن نية حزبه في اكتساح التشريعيات القادمة.
فهدفنا يقول جمال بن عبد السلام ليس المكاسب والمناصب، لأن هذه الانتخابات يرتبط بها مصير وطن وشعب. معركة الانتخابات هذه المرة ما هيش لعبة، ما هيش قسرة، ما هيش هف. هذه الانتخابات يرتبط بها مصير وطن ومصير شعب، وإذا كان الأمر يتعلق بالمصير فلا أعتقد أن أحفاد الشهداء والمجاهدين سيتخلفون عن الموعد. لذا ندعوكم أولاً للتصويت بقوة يوم 12 جوان، وأن يبلغ الحاضر منكم الغائب، كاين شبابنا اللي راهم كارهين، كاين الشعب اللي يائس. في الأخير اعتبر رئيس جبهة الجزائر الجديدة أن قوة الدولة تأتي من قوة المؤسسات، وهذا لا يكون إلا باختيار الكفاءات الوطنية النزيهة والمخلصة. وبولاية سطيف نشط رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري تجمعا شعبيا. سعيد بلونيس. أثناء إشرافه على فعاليات التجمع الشعبي بسطيف، ركز عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم على التهدئة السياسية التي تفضي إلى عقد اجتماعي ومن ثم حكومة وحدة وطنية في حال حصوله على أغلبية برلمانية. هذه الانتخابات اللي جاية في ظرف جديد، جاية بعد الحرب وفي ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية ودولية لا تسمح بالعبث بالانتخابات، لأن العبث بالانتخابات هذه المرة هو تدمير للوطن، هو خيانة للوطن. ولذلك احنا رانا متفاعلين، كلمة زاوجة نروحوا نصالحوا، نحبسوا من الصراعات، نحبسوا من الأحقاد، نحبسوا من هذا الصراع العدمي، روحوا نتصالحوا بين بعضنا، روحوا نديروا هدنة بين بعضنا جماعة، بنروحوا للحاجة الثالثة وهو نخدموا بلادنا، نطلعوا بلادنا، نبنيوا المؤسسات الاقتصادية في الفلاحة وفي الصناعة وفي الخدمات من أجل توفير منصب الشغل، ومن أجل أن يكون البيبي نتاعنا تاع الدول المرفحة الغنية القوية في مختلف المجالات. هذا هو الطريق. التهدئة السياسية تتبعها أيضا تهدئة اقتصادية بتحسين البيئة الاقتصادية، مبدأها دع الناس يرزق بعضها بعضا لتحقيق الحلم الجزائري، أضاف ذات المتدخل. وبولاية البيض نشط الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني تجمعا شعبيا. محمد بخته. الطيب زيتوني أوضح أن منطقة البيض قدمت قوافل من الشهداء منذ المقاومة الشعبية إلى ما بعد الاستقلال، وهي تملك مقومات الإقلاع الاقتصادي من أجل المشاركة في الوثبة الوطنية وبلوغ الجزائر الجديدة. حتى بعد في مرحلة البناء أول من تصدى إلى تحطيم الجمهورية الجزائرية، ونقولوها بكل افتخار هنا عند إخواننا في البيض، أول من تصدى للإرهاب الأعمى كانوا أبناء البيض تسلحوا عن بكرة أبيهم باش تصدوا إلى هذه الآفة وهذه الظاهرة اللي حبت تكسر بلادنا ووحدة شعبنا، وحبت كذلك تطيح أعلام الجمهورية اللي ضحاوا عليه ملايين من الشهداء. البيض عندها قدراتها كذلك الاقتصادية، ما عندهاش فقط رجالها، وما عندهاش فقط مناضليها، وما عندهاش فقط مجاهديها. البيض كذلك عندها مقوماتها الاقتصادية. البيض كذلك تعتبر ولاية من الولايات اللي اليوم راهي تحفظ وتأمن جزء كبير من أمننا الغذائي. البيض عندها حصتها في تطوير مقومات الوطنية ومكامن الاقتصاد الوطني. الأمين العام للإيرندي ختم لقاءه بدعوة جميع المواطنين للمشاركة في الاستحقاق المقبل بغية تحسين الوحدة الوطنية وتأمين البلاد، لأن الجزائر مستهدفة بسبب مواقفها الثابتة إزاء القضايا العادلة. وبولاية بومرداس نشط رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا. المتابعة لأمين شقبقب.
ابتكار آليات جديدة لتسيير شؤون البلد وإشراك جميع الفاعلين في بناء الجزائر، لأن هذه الأرض لن يخدمها سوى أبناؤها. هكذا استهل عبد العزيز بالعيد تجمعه الشعبي في ولاية بومرداس. نتكلم لكم بلغة الصراحة، لأن حقيقة بغيت باش هذا الجزائر تطور، باش ولادنا يلقاو الاستقرار والأمان، باش ترجعوا الثقة في المؤسسة تاعنا وفي بعضنا البعض، باش نعملوا من أجل الجيل هذا والجيل اللي جاي. شابات وشباب راهم ينتظروا، عندهم أمل، ولازم يكون عندهم الأمل في بلادهم والأمل في المستقبل، لأن هذه أمانة خلوها لنا الآباء تاعنا، داروا ثورة باش خلونا هذا الأمل، لازم نحافظوا عليها. الأساس تاع هذا تاع البناء، الأساس تاع هذا البناء هو الإنسان، لاتر هيومان، هذا هو الأساس، وهذا الأساس تاع كل دولة، كل أمة، كل شعب. نعم، الأرض يخدم أولادها، وراكم تشوفوا القائمة تاع جبهة المستقبل، الحمد لله وصلنا إلى وقت وإن كلهم جامعيين، كلهم خرج المدرسة الجزائرية والجامعة الجزائرية. في الأخير دعا بالعيد إلى اختيار مترشحين أكفاء، ليس فقط من قوائم حزبه، بل من كل الأسماء المتاحة في الساحة، لتشكيل برلمان شرعي وقوي يفرز بالتبع حكومة كفاءات تخدم المواطن والوطن. وبولاية سيدي بلعباس نشط رئيس حركة الإصلاح الوطني في الليغويني تجمعا شعبيا. سيف الدين بن زرده. من ولاية سيدي بلعباس ثمن رئيس حركة الإصلاح الوطني في لالي غويني المكاسب التي تحققت منذ انطلاقة الحراك المبارك، وعلى رأسها قانون الانتخابات الجديد الذي اعتبره ضامنا حقيقيا لإجراء انتخابات شفافة نزيهة. مرشحو حركة الإصلاح الوطني ومرشحاتها ملتزمون أمام الجزائريين والجزائريات بحسن تمثيلهم وإرجاع كل الحقوق لأصحاب الحقوق ورفع المظالم عن كل المظلومين، ملتزمون أمام الجزائريين والجزائريات بالدفاع على مقتضيات الوحدة الوطنية، بتحصين المشروع الوطني الجزائري الملخص في مشروعنا، مشروع الجزائر الخالد المستمد من بيان الفاتح من نوفمبر، إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيدة في إطار المبادئ الإسلامية. كما دعا فلالي غويني مواطني ولاية سيدي بلعباس إلى توحيد الصفوف والذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع لكتابة مسار جديد للبلاد. وبولاية توغرت نشاط جواري لرئيس حزب صوتي الشعب لمين عثماني. المتابعة لعبد الوهاب دحمني. وهو يشرف على افتتاح المكتب السياسي الولائي لحزب صوت الشعب بالولاية الجديدة توغرت، أكد لمين عثماني بأن تشريعيات 12 جوان محطة هامة للطبقة السياسية لتكون في مستوى الرهانات التي تنتظر الجزائر الجديدة. من خلال هذه المؤسسة الحزبية التي أردنا أن تتميز في أخلاقة العمل السياسي، في تسويق لخطاب معتدل ينقل بكل أمانة وفاء مطالب الشعب الجزائري، ومن ثم نعبئ ونجند الشعب الجزائري في تلبية نداء المجموعة الوطنية، نداء الأمة في بناء جزائر قوية بمؤسساتها. احنا مقبلين على انتخابات تشريعية، هنا فتحنا نقاش مع إطارات الحزب، ننتظر الآن ما يجب أن يكون، نترجم هذه التصورات على شكل خطاب سياسي، نستعين بحول الله ومناظرينا والشعب الجزائري في تسويق لمورد بشري فيه الكفاءة والمصداقية والامتداد الشعبي، بيكون كاستثمار حقيقي كمورد بشري يقود المؤسسات، بداية بالانتخابات الشرعية التي اخترنا من خيرة أبناء هذه المنطقة، فيها مواصفات النزاهة، أخلاقة العمل السياسي، الامتداد الشعبي، الكفاءة. لمين عثماني وفي لقاء جواري مع الشباب أكد أيضا على أن التغيير الحقيقي يكون في تفعيل دور المؤسسات بالتمثيل الحقيقي للشعب، وأن مرشحي حزبه للبرلمان القادم كلهم من الكفاءات والإطارات الشابة. وبولاية عين الدفلة نشط الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عايشة تجمعا شعبيا. مال العبديش. ضرورة الاهتمام بالقطاع